بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخت المعتقل عقيل حسن جاسم. عقيل حسن جاسم معتقل محكوم ب15 سنة في قضية قتل عمران خان المتسمى بحصار العكر. عقيل حسن مصاب بمرض الصرع، تنتابه نوع من أنواع التشنجات، يغيب فيها هاللحظة، يغيب عن الوعي. طبعا عقيل في فترة اعتقاله كان يتعرض دائما لإهمال في العلاج والضرب، فكذا مرة حاولنا، عرضنا قضيتنا في كل مكان على أساس أنه على الأقل يعني حصل العلاج أو العناية بعلاجه. كان على طول يمنع من العلاج، على الرغم ان علاجه المفروض حبوب ما ينقطع 10 دقائق يتاخر فيها تنتهي حاله صرع. المهم في هاي كان هالكلام كله قلناه من قبل، والقضيه هذه وصلت تقريبا للكل، مع هذا لا زال وضعه الصحي على ما هو عليه ويتم منع علاجه. فآخر شيء أحداث جو اللي صارت، طبعا ما تلقينا اتصال طول فترة منع الاتصال، يعني بعدين سمحوا لعدة معتقلين بالاتصال بالدقيقة واحدة يمكن تقريبا، احنا لا، احنا تمينا ان ننتظر الاتصال المقرر ان كل شخص يتصل في دقيقة عقب ما 20 يوم كأنه كذي. فاستمر الوضع ما هو عليه لما جاء وقت الزيارة. طبعا رحنا لزيارة، منعنا من الزيارة الاولى في تاريخ بعد ما فتحوا بعد التظلمات، خب التظلمات احنا رحنا وصلنا قضيتنا التظلمات وما حصلنا اي نتيجة. فبعدين عقب ما فتحوا الاتصال الزيارات كان بتاريخ 14 كانت عندنا زيارة الثانية اللي ما منعنا فيها. طبعا وضعه كان مأساوي جدا جدا، يعني كانت حالته ترثى له، جاء يرتعش، كان في الانفرادي فترة ما ابتدت أحداث جو من أول يوم. طبعا هو علمنا، احنا ما ندري عنه بالضبط، بس علمنا في اثناء الزياره انه كان في الانفرادي طول هالفتره، وكان ما يدري عن احداث جو نهائيا. يقول علمنا، يقول انه في نفس اليوم، انا ما ادري انا فتره الاحداث ما ادري عن اي شيء، لا انا غبت عن الوعي، تعرضت لضرب ما ادري وش السالفه، او تعيت صارت حاله اغماء، طبعا بالنسبه لحاله مرض التشنج كذي. وتعي يقول في حجره بروحه ضل فيها اكثر من شهر لم جاء وقت الزياره، يعني كانت احداث جو 10 مارس، احنا رحنا في شهر 4/14 او كذي عقب ما فتحوا له زيارات. فكان يرتعش، ثيابه مشققه اللي عليه، كان يعني تحس أكل 5 يمكن تقريبا سندويشات حاول يأكلهم، كان جوعان، يقول جوعان، ينتفض، كان يعني من خلال ما يقول لي إنه الأحداث اللي يقولها، يقول في هاللحظة كنت أنا أو يعني تعيت إن أنا في حجرة مسكوكة علي، فاستغرب، طقيت الباب عليهم على أساس إن أنا وين بالضبط، طلعوني ضربوني رموني في الحجر مرة ثانية، أرد أضرب الباب نفس الشيء نفس الطريقة. طبعا جسمه يوم الروح كله نفس شبيه بتحرق، حروقات، في تصلخات، جسمه كله مصلخ، وكانت إيده هني الكفين كلها من قدام ومن ورا كان جسمه مشقق. سألناه يعني وين شال بالضبط اللي فيك، قال ها ما أدري عنه لأن أنا غبت عن الواي ما أدري، أما وعيت الله حسيت بالآلام في جسمي مجرد ان انا قعدت. فطبعا كانت ثيابه مشققه، كان شعره طويل، يعني ممكن الكل مثل خلال ما سمعنا ان تم حلق رؤوسهم، يعني هو لا، لانه صار في الانفرادي من لحظتها. فتعرض لضرب كذا مره، مثلا يجيبون له الوجبه، يقول الوجبه كلش كانت قليله يجيبونها له، يرفضها، يبغي يرجع المكان اللي كان فيه من قبل ويا الجماعة اللي وياه. كان يتعرض للضرب ويتم تهديده بمنع الدواء عنه. فيقول في خلال ما يرفض، في أثناء ما يرفض
الطعام يتم ضربه ويردون يطلعون بالدواء اللي عنده الدواء. فكان فك ف شو اسمه فطلب مننا في أثناء الزيارة إنه بس مجرد إنه يطلع من انفرادي. كانت حالته النفسية كلش كانت تعبانة يعني، حتى قلنا يعني قريب يفقد عقله، خفنا عليه. فش اسمه كان بس إنه ما كان يدرب أحداث جو نهائيا، بس الآثار الضرب كلها في جسمه بينت، بس هو ما يقول ليش إنه صادت حالة إغماء. وطبعا بعدين عقب يوم من الزيارة ما نتلقى من اتصال، اتصل مرة أول أمس كذي كأنه اللي هو من 3 أيام، كان كلش تعبان نفس الطريقة. من خلال ما توصلنا من أهالي المعتقلين إنه يكون شو اسمه يعني المعتقلين اللي وياه يكونوا يحافظون عليه، يتركونه في جانب في الخيمة، يقول ليش حتى ما في مكان في الخيمة، بس يتركونه في الخيمة في مكان هو يعني لازم يوفرون له المكان، هم نفسهم اللي يوفرون له المكان، وحاولون يعني وياه إنه شو اسمه، بس العلاج ما قاعد ياخده بانتظام، ما قاعد يعطونه العلاج. وبس وما عندنا أخبار حاليا عليه، ننتظر الزيارة بتاريخ 28 ونشوف الاتصال كله.